هذه الحلقة الثانية في المحور الأول عقيدتنا في المهديين. نعتذر أولا لكم جميعا عن التأخير، ونتمنى إن شاء الله أن تكون حلقات القادمة في موعدها. هذه الليلة سيكون محورها هو أولا إثبات التواتر في الروايات المثبتة لاثني عشر حجة بعد الإمام الحج عليه السلام، هم غير الأئمة الاثني عشر المعروفين بأسمائهم عند شيعة أهل البيت، أولهم علي عليه السلام وآخرهم الخلف الحجة عليهم السلام جميعا. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو إثبات أن هؤلاء الحجج هم من ولد الإمام الحجة عليه السلام. وستكون المداخلة الأولى من نصيب سماحة الشيخ. قبل ذلك أذكر بأن تكون الجوالات أيضا على الصامت، وأن لا يتدخل الجمهور، فالجمهور ليس مسموح له بالمداخلة. ووقت المداخلة كما قلنا بالأمس 5 حد أقصى 7 دقائق، لكن نظرا لرغبة الطرفين ستكون أيضا 7 دقائق قبل، يعني عندما تنتهي الدقيقة الخامسة، عند نهاية الدقيقة الخامسة سأذكر الطرفين أو سأذكر المتداخل بأنه يعني بقي من الوقت دقيقتان. فإذا قلت بقي من الوقت دقيقتان يعني انتهت 5 دقائق. في حالة رغبة المتداخل في إطالة المداخلة لأن الموضوع قد يحتاج، فسوف يتم التمديد إلى 10 دقائق حد أقصى. هذا يعني التكنيك الجديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. فعلى اسم الله نبدأ مع سماحة الشيخ علي آل محسن. تفضل سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وآل محمد. موضوع هذه الحلقة أن الأستاذ جعفر يثبت أن بعد الإمام المهدي سلام الله عليه أئمة غير أئمة أهل البيت الاثني عشر، وأن ذلك ثابت بالتواتر المعنوي بدلالة قطعية. هذا هو موضوع هذه الحلقة. أولا أريد أن أبين ما هو المراد بالتواتر حتى لا يكون هناك اختلاف. أنقل كلمة الشهيد الثاني قدس الله نفسه في شرح بداية الدراية، قال: وينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد. فالأول المتواتر ما بلغت روايته في الكثرة، أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. يعني الخبر رواه ناس بكثرة كاثرة بحيث أنه عادة يستحيل أن يكون هذا الخبر كذب، واستمر ذلك في جميع الطبقات لا في طبقة واحدة، كل طبقة كثرة 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 بحيث يكون هناك يعني مستحيل أن يكون هذا كذب، حيث تتعدد الكثرة.
فيكون أوله كثرة كآخره كثرة ووسطه كطرفيه، كثرة في جميع الطبقات. وبهذا ينتفي التواتر عن كثير من الأخبار التي بلغت في زماننا ذلك الحد. الآن في زماننا متواترة كثرة رواها، لكن طبقات لم تكن هكذا الطبقات السابقة. ثم قال الشهيد الثاني: واستناد المخبر، يعني ويشترط في التواتر استناد المخبرين إلى إحساس، يعني بحيث هؤلاء مخبرون شاهدوا الحادثة ويخبرون عن مشاهدة، وهو متحقق هذا التواتر في أصول الشرائع كوجوب الصلاة. كل المسلمين وغير المسلمين يقولون إن النبي أوجب الصلاة والزكاة والحج كثيرا، ومرجع إثباته يعني أنه لابد عن إحساس إلى المعنوي لا اللفظي. اللفظي ما في إحساس، فقط يسمعون هذه العبارة وينقلونها. التواتر المعنوي إخواني كما هو ذكر قال كشجاعة علي عليه السلام. حوادث مختلفة نقلت بالآحاد، لكن بحيث أنه كل الناس الآن يقولون علي بن أبي طالب شجاع بسبب كثرة هذه الحوادث. لا يوجد لا مسلم لا كافر لا عدو للإمام لا موالي للإمام إلا ويقولون إنه شجاع. هذا هو التواتر المعنوي. الآن اتضح عندنا معنى التواتر. نريد من الأستاذ جعفر أن يثبت ثلاثة أمور. أولا يأتي بروايات قطعية الدلالة، قطعية الدلالة كما قال الأستاذ الدكتور توفيق المغربي البارحة، لابد تكون دلالته قطعية، وقطعية على ماذا؟ على وجود حجج بعد الإمام المهدي غير المعصومين الاثني عشر، ويكون هذه المباينة أنهم غير المعصومين الاثني عشر صريحة واضحة لا تحتمل لبس. ثانيا أن تكون هذه الروايات متواترة فيها كثرة في كل الطبقات. بقية دقيقتان. في كل الطبقات بحيث يكون المخبرين في كل طبقة كثرة، ونريد من الأستاذ جعفر أن يبين ذلك، أن يوضحه حتى نقول فعلا هذا متواتر. ثالثا أن تكون هذه الكثرة بحيث يمتنع التواطؤ على الكذب، حتى نقطع بأن هذه الأخبار التي سيأتي بها الأستاذ جعفر تكون ماذا؟ قطعية الصدور، حتما قالها الأئمة وصدرت عن أهل البيت عليهم السلام. طبعا أنا أسأل الأستاذ جعفر: كم رواية عندك بهذه الشروط حتى لا يضيع الوقت؟ أريد أن في أول عشر روايات سبع روايات مثلا. الآن نقول له ابدأ بسم الله، اذكر رواية رواية كما اتفقنا البارحة. نعم. رواية رواية، لأنه يأتي لي بعشر روايات ويريدني في خمس دقائق أناقش عشر روايات، هذا ليس أسلوب حوار علمي، هذا تهريج. لا، المتفق عليه هو رواية رواية، رواية اتفقنا البارحة. نعم. رواية رواية، تفضل بسم الله. شكرا. لحظة أستاذ جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. قبل رواية رواية، ولم أتفق أنني أحرر رواية رواية، بل كان اتفاقنا هو أن نثبت التواتر المعنوي الذي يلغي مسألة
أن أبحث في جزئيات الروايات ريثما تثبت أن هذا القضية هذه القضية متواترة تواترا معنويا انتفى مسألة التجزئة في الروايات. فالشيخ يريد أن يقلب المعادلة، يريد أن نثبت صحة الروايات رواية رواية ثم نوصلها إلى التواتر. إذا صحت هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، يعني ما معنى التواتر المعنوي أو الخبر المحفوف بقرائن الذي يقبل عند القوم؟ أن الخبر قد يكون ضعيف السند وفيه ما فيه في أسانيده، ولكن من خلال تكاثره ومن خلال تعادده وتشارك معناه من هنا وهناك يوصله إلى حد أن نقطع بصدوره من المعصوم. هذه مسألة. وقبل تحرير ما قاله الشيخ أريد أن أحرر ما جرى بالأمس، لأنه أجد من الإجحاف أن لا نمر ولو مرورا سريعا على النقاط التي لم يجبنا عليها الشيخ بالأمس، والتي هي مدخل حقيقي ومهم إلى إثبات قضية وحق المهديين الذين أراد آل محمد إثباتهم في كلامهم. سألته بالأمس سؤال: هل الطائفة المحقة تقول بحصر الحجج بعد كاظم الحائري؟ قلت له الشيخ الكوراني لا يقول بالحصر، يعني يجوزون. الشيخ المفيد الطبرسي الأربلي كلهم أيضا لا يقطعون بمسألة الحصر، لم يجاوب على هذا الأمر. نحن نريد أن نحرر هذه المسألة أولا، هل هناك عقيدة في الحصر أو لا؟ إذا أثبت أن هناك عقيدة في الحصر ما يحتاج أثبت لك أن أصلا يعني أكو مهديين هم حجج غير الحجج. هذه المسألة الأولية التي لم تجبني عليها أصلا. يعني مسألة أن ذكرت لي روايات تقول هناك 12، وقلت لك أن العدد ما لم يقيد لا يفيد الحصر أصلا، وأتيتك برواية وقلت لك أن الإمام علي عليه السلام مفادها ختم 1000 وصي، فهل معنى هذا أن الأوصياء 1000؟ قلت نعم. قلت لك أن الأنبياء 124,000 نبي، قلت ليس بالضرورة أن يكون لكل نبي وصي. وللأسف فإن كلام آل محمد يخالف، أو للأسف أنت تخالف قول آل محمد في هذا. فقد ورد في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي. وهذه رواية تنقض ما قلته لي. وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، من يغسلك إذا مت؟ قال: يغسل كل نبي وصية. بل ورد أيضا من الطائفة السنية ما يشفع هذا الموضوع، فالموضوع أطبقت عليه الطائفتين. فلا أدري على أي اتكأ الشيخ في قوله لي أنه ليس لكل نبي وصي، وهؤلاء محمد يقولون بل لكل نبي وصي. عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله اختار من كل نبي وصي، من كل نبي له وصي. الشيخ قال كلام غير هذا. مسألة مفهوم العدد أيضا سأريد له من كتاب الشيخ البحريني محمد صنبور المعجم الأصولي باب حرف الميم في مفهوم العدد. يقول: إن الجملة المتصدية لبيان ثبوت حكم لعدد معين لا دلالة لها على انتفاء طبيعي الحكم عن عدد آخر. هناك عدد مثل 1000 لا يعني أن ينفي الأعداد الأخرى، فهي ساكتة عن حكم الأعداد الأخرى، ومن هنا يمكن أن يثبت مثل الحكم لأعداد أخرى، وبهذا يتضح عدم صلاحية الجملة العددية لنفي طبيعي الحكم عن العدد الأكثر. فإذا قلت لي 12 إمام لا يلغي أن يكون بعدهم أحد، وهذا نقد
عليك بالنقل والعقل، عليك أن تضبطه أيضا بنقل وبعقل وليس بمجرد رأي. بعض الإثباتات، قال الشيخ بالأمس لا توجد إلا رواية واحدة تقول أن المهديين من ولد القائم، وأتيت له بأكثر من رواية تثبت أن القائم أئمة وانتقض قوله. قال روايتكم عامية وأثبتنا أن هذه شبهة الحر العاملي، وهو أخذها على علاتها وأرسلها لي هكذا إرسالا. أورد قول السيد اليماني في قوله بصحة سند الرواية الوصية، نناقش هذا الأمر في حلقة قادمة ونتعرض لمسألة التواتر التي رمى بها زميلي في المداخلات. أريد منه أيضا قبل أن نحرر هذه المسألة أن يفهم الناس وأن يقول لهم هل هناك حاصر، يعني هل ما زال يقول أن هناك حاصر؟ نثبت هذه وننطلق إن شاء الله إلى مسألة التواتر وإلى إثبات روايات المهديين في هذه المسألة. المعنى المشترك في الروايات، أو حينما نقول هناك معنى مشترك في الروايات، هذا لا يعني أنني أفصل كل رواية على حدة ويجب علي أن أبحث فيها وأرى هل هذه الرواية تنفع أو لا تنفع. إذا كان المعنى المشترك كامل والحقيقة واضحة، هذا هو متواتر معنوي. وأتيته بكلام الشيخ الطوسي أيضا أذكره به، وهو ما سوف ألزمه أيضا به. انتهى الوقت، هل تريد التمديد؟ نعم. الدكتور إذا مداخلة عندك. الشيخ الطوسي يقول حينما تكلم عن التواتر المعنوي على أن هذه الأخبار متواترة بها لفظا ومعنى، أما المعنى فإن كثرة الأخبار واختلاف جهاتها وتباين طرقها وتباعد رواتها يدل على صحتها، يدل على صحتها. كثرة الأخبار، اختلاف جهاتها، تباين طرقها، تباعد رواتها يدل على صحتها. هذه المسألة، مسألة يقول في كل طبقة من الطبقات يجب أن تكون كثرة، هذا التواتر اللفظي. مسألة أن تكون طبقة عن طبقة وفي كل الطبقات يكون هناك كثرة كاثرة، هذا يتكلم عن مسألة التواتر اللفظي. اثبته في التواتر المعنوي، اثبته أيضا بدليل قطعي. يعني يجب أن نعرف هل علماء الدراية متفقين في هذه المسألة ومختلفين. إذا كان هناك ثمة اختلاف فالمسألة هي مبنائية، يعني والمبنائي أنت تقول وأنا أقول ولن نصل إلى نتيجة، لأنني سأقول هذا ما أذهب إليه وهو بناء عقلي في النتيجة. يعني في النهاية هذا قول الشيخ الآن الذي أورده عن الشهيد الثاني، هو لم يصدر عن آل محمد أصلا، هو نتاج عقلي. هذا النتاج العقلي قد يختلف معه فلان وقد يختلف علان، هذه المسألة. الشيخ الآن يريد أن يلزمني بمسألتي، بمسألة أنا لا ألتزم بها أصلا، وهذا مخالف لمسألة ما اتفق عليه في المناظرة. نعم أنا أثبت له، يعني هو الآن لم يريد، لم يستطع أن ينقض علي بما ألتزم به أنا، انتقل إلى ساحته هو وقال اثبت لي أنت. هو لم ينقض علي الآن، أنا البارحة ذكرت عدة روايات وأكثر من 10 روايات في هذا الأمر لم تناقش، يعني وذكرت كلام المشائخ وكلام العلماء في مسألة عدم الحصر ولم يناقش، فقط صار يقول كما قال، يعني العدد يدل على الحصر. وأتيته برواية وأتيته بكلام العلماء الذين هو يعني يلتزم بهم ولم يناقش هذا الكلام. اثبت الآن يا شيخ أن المسألة يعني في كل طبقة يجب أن تكون متكثرة في التواتر المعنوي. ثم سألتني عن عدد الروايات، متى اشترط العدد في إثبات روايات متواترة تواترا معنويا؟ أنا لم أجد أحد اشترط العدد في هذه المسألة، فلماذا تسألني عن
العدد وتخلط الأمور من هنا انتهى الوقت وهناك. تفضل. طبعا يكفي فقط حصول الاطمئنان، يعني هي هذه الضابطة، أن أطمئن أن هذه الروايات صادرة. فليتفضل. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون إخواني، الأستاذ جعفر كالبارحة فر، خرج عن موضوع النقاش. نحن اتفقنا على موضوع البارحة، متفقين على موضوع، الآن قال لا نرجع للكلام السابق. الكلام السابق انتهينا منه، أجبنا، أقمنا عليك الحجة، أنت لم تأتي بجواب، فقط جوابك أنت ما أجبت. كررت روايات الأئمة الاثنى عشر 5 مرات، أولهم علي وآخرهم القائم الحجة المنتظر. أي حصر أعظم؟ تكلمنا في روايات وأثبتنا ذلك. هو يأتي لي لا قل من العلماء، هذا خارج الموضوع، أنا أمور خارج الموضوع لا أتكلم فيها. الآن وصي النبي هذه المفروض البارحة تقول، لليلة، الليلة موضوع آخر. الآن أنا أريد منك أن تأتي بدليل على أن ما قلت أن الروايات متواترة. مع الأسف أنت يظهر أنك لا تعرف معنى التواتر. نقلت كلام الشيخ الطوسي أن كثرة الأخبار وتعدد الرواية يدل على صحتها، ما قال يدل على تواترها. نحن نتكلم في التواتر، أنت نقلت كلمة أنه يدل على الصحة، لا نتكلم نحن في الصحة. أنا لا أقول لك اثبت صحة كل الروايات، أنت ادعيت أنك أن هذه الروايات متواترة، ثم الآن تقول يكفي حصول الاطمئنان. ما هو دليلك؟ هذا الاطمئنان يعبر عنها العلماء الرواية الموثوق بها، هذا هو. يعني الرواية حتى لا يقولون رواية الثقة، يعني الرواية الصحيحة، حصل عندك اطمئنان تكون صحيحة. الأستاذ جعفر لعله بعيد عن هذه الاصطلاحات العلمية الدرائية. أنا نقلت لك كلام الشهيد الثاني، الشهيد الثاني في شرح البداية، ما جئت كلام من جيبي، أنت الآن كل كلامك من جيبك من عندك، ما نقلت من العلماء. الذي نقلته من كلام الشهيد الشيخ فقط أتر، والصحيح ما هو الصحيح؟ الذي رواه الثقات أو الخبر الموثوق به، هذا كلام علمائنا، اتفق علماؤنا على هذا الكلام، حتى علماء العامة. هذه أمور درائية معروفة، نريد أن نناقش أبجديات، يعني أدرسك هذه الأمور، ما يصير هذا الكلام. المفروض هذه الأشياء أنت تعرفها، لا نتناقش في الأمور البدائية، اصطلاح معروف. أنا فقط نقلته من أجل الجمهور، حتى الجمهور يكون واضح عندهم معنى التواتر. وهذا التواتر الذي عندك معنى للتواتر قاله غير العلماء، غير هذا الكلام من العلماء، هاته اجعل كلامك مستندا إلى حجة، لا تشرق وتغرب، أول وصي وآخر وصي وفلان وكذا، هذه أمور تكلمنا فيها وأشبعناها، وليس هذا موضوع حوارنا. فليكن أول وصي، أن كل نبي له وصي، هذا يتعلق بالمهديين، نحن جئنا لنناقش هذه المسألة، هذا ليس موضوع حوارنا. لا تخرج يا أستاذ جعفر عن موضوع الحوار. البارحة خرجت، ظن أنني لما تركت نقاش هذه الأمور، بقي دقيقتان شيخنا، ظن طبعا هو أخذ وقت 5 دقائق زيادة
فأنا لي خمسة. لا أخذ ثلاث دقائق يعني إلى عشر. إلى عشر. نعم. أحسن تفضل. فإذا هو الآن لما أنا تركت نقاش هذه العبارات ولا كل عبارة نأتي إليها لا تدل على أنه ليس هناك حصر، هناك حصر، لكن أنا لا أريد أن يخرج عن الموضوع. خرج البارحة وجاريته الليلة لا في الموضوع الذي اتفقنا عليه، الأستاذ بدر ألم نقل نتفق على أنه رواية رواية؟ هكذا كان الكلام، نتناول الروايات. لا قلت قلت له تفضل خلي في وقتي أفضل. تفضل أكمل الآن. اتفقنا إخواني على رواية رواية. الذي يريد نقاش علمي يطرح رواية رواية. أنا هو قال يعني يريد مني أن أثبت كل رواية أنها صحيحة السند، أنا لم أقل لك صحيحة السند، نتناقش في الدلالة. نحن سنتكلم في الدلالة من مجموع روايات، إذا جبت روايات كثيرة تدل على هذا المعنى الذي نحن نختلف فيه نقول فعلا، بحيث أنت أثبت أنها قطعية الدلالة على أنهم أئمة مغايرين لأئمة أهل البيت وأنهم بعد الإمام المهدي، هات روايات تدل على هذا المعنى. أما أنك تريد أن تأتي لي بعشر روايات وأنا عندي خمس دقائق أناقشها متنا وسندا، هذا معلوم، هذا ليس حوارا علميا، هذا تهريج. لذلك نحن اشترطنا رواية رواية ولا تخرج إلى مواضيع من هنا ومن هناك، نريد هذا الذي أنت التزمت به. الآن أنت تتنصل قل أمام الجميع أنا أتنصل، عاجز قل عاجز لا أستطيع الإثبات. أما أنه تهرب إلى مواضيع من هنا ومن هناك وأن مفهوم العدد ندخل في مباحث أصولية، هذا كلام لا ينبغي أن يصدر منك. نحن نريد أن الجميع يستفيد في الموضوع الذي اتفقنا عليه، موضوع البارحة انتهى لا نرجع إليه. بقي شيء من الوقت؟ بقي. فعلى هذا الأساس أكرر أقول هذا هو معنى المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي يشترط فيه الكثرة في جميع الطبقات وكذلك اللفظي. الفرق أن المتواتر اللفظي يعني كل الطبقات والرواة يروونه بلفظ معين، من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما التواتر المعنوي فهو الذي يروى معنى من المعاني، شجاعة أمير المؤمنين ليس لفظ خاص لكن سمي تواتر لأنه أيضا فيه كثرة وطبقة بعد طبقة ولم يروى بعد ما يخالفه. هل بلغكم إخواني أن هناك روايات صحيحة أن علي بن أبي طالب في بعض المواطن جبن خاف انهزم؟ لا. هذا جعلنا من مجموع الروايات ما حدث في أحد في بدر في الخندق في كذا نقول إذن علي بن أبي طالب شجاع والكل قطع بشجاعة أمير المؤمنين. هذا معنى التواتر المعنوي، شجاعة أمير المؤمنين ليس لفظ وإنما صفة تثبت لأمير المؤمنين، تواتر معنوي، هذا تواتر وهذا تواتر، هذا في كثرة وهذا في كثرة، لكن هذا لفظ وهذا معنى من المعاني، كما قال الشهيد صلاة والصوم والحج هذه ثبتت بالتواتر. أحسنت. تفضل أستاذ جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. بدأ يعني الشيخ وعلق على ما قلته عن الشيخ الطوسي أو أوردته له وقال هذه يدل على صحتها ولا يدل على تواترها، ونسي أن الشيخ الطوسي في هذه كان يعرف التواتر المعنوي. يقول الشيخ يتكلم عن أخبار على أن هذه الأخبار متواتر بها لفظا ومعنا،
قال أما اللفظ كذا وأما المعنى. هو يعرف الشيخ الطوسي المعنى، ولكن الشيخ لا أدري لماذا انقل كلمة كاملة انقل. وأما المعنى فإن كثرة الأخبار، وأما المعنى فإن كثرة الأخبار واختلاف جهاتها وتباين طرقها. في أي موضوع يتكلم؟ يتكلم عن التواتر المعنوي. في أي موضوع؟ في موضوع من الموضوعات. ما هو؟ قل لنا به، لا تخفيه الآن، يعني ليس حاضر في أوراقي يعني، لكن هذا هو يتكلم عن الآن عن المتواتر المعنوي. ما يصير، أنا لا أناقشك الآن في مسألة. نعرف ما هو الموضوع. هو هذه ضابطته معنوي أو لفظي. لا تقاطعني أصلا، لحظة أنا أستوضح. أستوضحك. نعم تفضل. نعم، فضابطته في التواتر المعنوي قال كثرة الأخبار واختلاف جهاتها وتباين طرقها وتباعد رواتها هذا صحتها، دليل على أن هذه الضابطة هي الميزان الموجود عنده، فإن استقر هذا الميزان على أي خبر أخذه الشيخ الطوسي. أما تسألني كان يتكلم عن أي خبر، أتكلم عن الميزان الموجود عنده، هذا الميزان أنت قلت يدل على صحتها وليس تواترها، انتقض كلامك في هذه. قلت أيضا أن مسألة العدد يجب أن تكون محصورة، وقلت أنك نقلت كلاما لعلماء وأنا نقلت كلاما إنشائيا من عندي. أقول لك وأكحل عينك بما يقول العلماء، وأترك أيضا المايك للمختص وهو الدكتور توفيق. يا الله. قال محمد باقر الأيرواني كتاب الإمام المهدي بين التواتر وحساب الاحتمالات: لا يلزم في الخبر المتواتر أن يكون المخبر من الثقات، فإن اشتراط الوثاقة في المخبر يلزم في الخبر غير المتواتر، كما إذا جاءنا شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة وأخبرونا. يا الله الأخوة. الأخوة في الروم لا يكتبوا. فإن اشتراط الوثاقة في المخبر يلزم في الخبر غير المتواتر، كما إذا جاءنا شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة وأخبرونا بقضية. هنا يشترط أن يكون المخبر لأجل أن يكون هذا الخبر حجة عادلا. أما لو كانت القضية أخبر بها 100 أو 200 أو 300، يعني العدد كان يشكل التواتر، فليس من الضروري عدالة المخبر، فالعدالة والوثاقة هي شرط في الخبر غير المتواتر. هذه مسألة العدالة والوثاقة. رأي الحر العاملي في عدد التواتر يقول: منها إمكان إثبات التواتر بنقل جماعة وإن كانوا قليلين، وإن كانوا قليلين، وهذا اختلاف لما أتيتني به، ولذلك قلت لك أن المسألة مبنائية، فلماذا تلزمني بنقطة ولم تلتزم بنقطة مثلا الحر العاملي؟ إمكان إثبات التواتر بنقل جماعة وإن كانوا قليلين لعدم انحصار عدده على الصحيح، بل عدده يختلف باختلاف أحوال الرواة، والضابطة إحالة العادة تواطؤهم على الصدق، يعني الكذب، تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم على الكذب عفوا. اللهم صل على محمد. الدكتور أترك لك المايك. وطبعا أنا أيضا أعتبر أن الشيخ يقول لن أتكلم في شيء، قلت له قلت يعني تكلمنا فيه البارحة، لم تحصر لي شيء، يعني لم تعطيني دليلا حصر يعني قطعيا في مسألة الحصر، فبقية المسألة مفتوحة. يعني أترك الآن المايك للدكتور ونستمع منه. يريد تمديد لأنه تقريبا باقي دقيقة ودقيقة. نعم بالتمديد. طيب إذن خمس دقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. لا بأس يعني مداخلة القادمة بحول الله وقوته، فقط سمعت يريد تمديد وقت. جزاكم الله خيرا. خمس دقائق. هل هناك وقت إلا فأترك مداخلتي للمداخلة الآتية إن شاء الله. خلاص خمس دقائق. نعم خير إن شاء الله. على بركة الله. إذن أول شيء نرجع على الكلام
الذي ذكر أمس، وأنا كنت قد حذرته من الوصف بالكذب قبل ولا يتسرع. ف ونحن لا نثبت التواتر من خلال كلام الشيخ الطوسي، وإنما هو رد على الدعائم وزعم وتفسير لكلام الشيخ الطوسي بالهوى مرة أخرى. الشيخ علي آل محسن الظاهر أن هذه عادة، يفسر كما يريد. الشيخ الطوسي قال: فهذا طرف من الأخبار قد أوردناها، هذا طرف من الأخبار قد أوردناها، ولو شرعنا في إيرادي ما من جهة خاصة في هذا المعنى لطال به الكتاب، وإنما أوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين. إلى أن يقول: فإن قيل دلوا أولا على صحة هذه الأخبار. هذه الأخبار شيخ علي آل محسن، هذا في كل أخبار الإمامة، هذا يعني لن لعنق نص شيخ الطوسي. قال: فإن قيل الأولى، يعني هذه التي أوردها، فإنها أخبار آحاد لا يعول عليها فيما طريقة العلم أي العقيدة. يقول: قلنا أما الذي يدل على صحتها أي هذه الأخبار، الضمير راجع روايات الإمامة. حقيقة هذا غير جدي في مقام البحث، يعني إذا الإنسان يريد أن يفهم كما يريد فلا بد أن يعطينا دليل يعني على الأقل هذه الأخبار. فقال الشيخ الطوسي: أما الذي على صحتها، والضمير هنا راجعا إلى هذه الأخبار، فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف، وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية. فأرجو من الشيخ علي آل محسن أن يبين لي فقط هذه النقطة، من أين أتى بأن كلام الشيخ الطوسي بهذا الإطلاق كلام مقيد، أي أن يفهم يعني الشيخ علي آل محسن ما هو. كيف أن الشيخ علي آل محسن صرف هذا الضمير وهذا الكلام إلى عامة الأخبار الإمامية أو أخبار الإمامة، لا أدري كيف يعني. أذكر مرة أخرى، نحن لا نثبت التواتر من طريق الشيخ الطوسي أو ما قاله الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يرى أنها متواترة، ولكن نحن لا نثبت التواتر من طريق الشيخ الطوسي. يا شيخ علي آل محسن، بعد أن قرأت كلام الشهيد الثاني ماذا قلت؟ قلت: لابد من كثرة 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 في كل طبقة. أنت الظاهر أن اختلطت عليك الأمور، أن تتكلم عن ماذا؟ عن تواتر اللفظي؟ يعني تواتر في السند لنفس اللفظ؟ من أين أتيت بهذا الأمر؟ كثرة كثرة في كل الطبقات، من أين أتيت بهذا؟ هذا الأمر غير محرر، بل هناك شروط للتواتر، وهذه الشروط هي كون المرئين يبلغون عددا يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب أو تعمدهم في كل الطبقات. نعم هناك من عين عددا لحصول التواتر، ولكن المشهور المنصور هو عدم التعيين، بل اعتبار يحصل التواتر بعشرة ربما بأقل من خمسة كما قال الحر العاملي. فقرأ رأي دكتور صبحي الصالح والحر العاملي أنه يقول: إن كان إثبات التواتر بنقل جماعة وإن كانوا قليلين لعدم انحصار يختلف باختلاف أحوال الرواة، والضابط إحالة عادة تواطؤهم على الكذب، فقد يحصل بأقل من خمسة كما صرح به المحققون وشهد به الوجدان في موارد كثيرة. وقرأ كلام الشيخ جعفر السبحاني، وقرأ كلام الشيخ عبد الهادي الفضلي وغيره، فلا يوجد شرط. انتهى الوقت يا دكتور. أن نثبت لك تواترا بحسب منهج أنت تفردت به من دون إخوانك من الأصوليين. انتهى الوقت. نعم لكم المايك. الله شيخنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أستاذ جعفر يقول نقل كلمة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال كثرة الرواة تعدد الرواة، ما
مو أنت اللي نقلت، مو أنا الذي قلت، أنا لم أقل، قال دليل على صحته. هل الشيخ الطوسي لا يميز بين الصحة والتواتر؟ لماذا لم يقل دليل على تواتره؟ أنت الذي قلت لا أنا. هذا واحد. اثنين، يقول أنه لا يلزم أن يكون من الثقات. أنا لم أقل يلزم أن يكون من الثقات. نريد الآن، سندخل إخواني في حلقة مفرغة، الغرض منها واضح. أستاذ جعفر يريد أن يشتت الموضوع من هنا ومن هناك. اتفقنا على أنه يأتي بالأخبار، هات بالأخبار التي تدل على التواتر. ثم رأي الحر العاملي أنه يقول هذا اختلاف مبنائي. لا، ليس اختلافا مبنائيا. نعم، الضابطة في التواتر أن يمتنع التواطؤ على الكذب، صح، حتى لو كانوا قلة، لكن عادة هذا يحصل بالكثرة. لو فرض أنه حصل بقلة يصير تواتر، لو أنه يمتنع التواطؤ على الكذب، لكن عادة يكون بالكثرة. شجاعة أمير المؤمنين بكثرة الحوادث والنقلة وكذا، قلنا بأنه هذا شيء متواتر. هذا ليس اختلافا مبنائيا. الضابطة صح، الضابطة يمتنع، كما قلت أنا لا أختلف معك في هذا، إحالة تواطؤهم على الكذب عادة. اثنين ثلاثة، يستحيل أنهم يتواطؤون على الكذب عادة؟ لا، يتفقون ويطلعون الكذبة. عشرة ممكن يتفقون، لكن لو فرض بقرائن بأدلة أنهم لا، هؤلاء مستحيل، أن كل واحد لا يعرف الثاني، لا يمكن تواطؤهم، نقول متواتر. لكن غالبا عادة يكون كثرة. ثم أنا لم آتي بشيء من عندي، أنا نقلت كلام الشهيد. أنت انقل كلام الشيخ الطوسي، قل قال التواتر معناه كذا وكذا وكذا. هات من كلام الشيخ الطوسي، من كلام الحر العاملي، من كلام هؤلاء العلماء العظام، أنا أقبل. أنت لم تنقل، تقول أن الشيخ الطوسي قال كذا دليل على صحته، هذا التواتر. هذا ليس تعريفا للتواتر، وإنما هو بيان أنها صحيحة. فعلى كل حال، بالنسبة إلى كلام الأستاذ الدكتور توفيق المغربي، بالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي، أنا البارحة قلت هو قال، الشيخ الطوسي قال أن رواية الوصية صحيحة، قلت هذا كذب، ما قال رواية الوصية صحيحة. الآن كلام دكتور المغربي ماذا يقول؟ يقول لا، قال هذه الروايات صحيحة. شوف تغير المعنى، روايات الأئمة الاثني عشر صحيحة، رواية الأئمة الاثني عشر مو رواية المهديين، لأنها مروية من طرق الخاصة والعامة. روايات الاثني عشر متواترة، باعتبار هي الآن هو قال متواترة، إذا متواترة بعد صحيح. لكن ليس كل خبر صحيح. أستاذ جعفر قال إن التواتر لا يشترط فيه أن يكون كل خبر صحيح، أنا أقول صح، كلامك صحيح، فهذه أخبار متواترة. الشيخ الطوسي يقول هذه أخبار متواترة، أخبار الأئمة الاثني عشر، فإذا كانت متواترة إذن صحيحة. لكن ليس كل خبر صحيح، هذا المضمون وهو الاثني عشر هو صحيح مروية، لكن عندنا رواية الوصية فيه معنى غير متواتر والسند ضعيف، لكن ما فيها من بيان الاثني عشر مروي في أحاديث أخرى، ولذلك جاء بها الشيخ الطوسي. بقي دقيقتان، تريد تمديد شيخنا؟ لا فقط، نعم. وقتي كم. فعلى هذا الأساس، طبعا هو أخذ خمس دقائق، هو تمدد يعني. المفروض أنا عشر يصير يعني.
فعلى كل حال فبالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي لا يتكلم في كل رواية رواية صحيحة، هذا ما قاله الشيخ الطوسي. على كل حال الآن لا نتكلم نحن في رواية الوصية، والأستاذ جعفر جزاه الله خير قال سنتكلم في سند رواية الوصية من أجل أن يثبت أن ما قاله إمامه أو ما نسب إلى إمامه من أنها صحيحة السند، السند سندها صحيح، هذا سنخصص إن شاء الله له حلقة. فعلى كل حال يقول أن نحن لا نثبت التواتر من كلام الشيخ الطوسي. أول يقول الشيخ الطوسي قال أنها متواترة أخبار الأئمة الاثني عشر فقط، الشيخ الطوسي قال أن الأخبار دلت على اثني عشر فقط، ومن قال إنه ثلاثة عشر فهذا ليس كلامه بصحيح. موجود الكتاب؟ نعم. فعلى كل حال هذا موجود في كتاب الغيبة. بالنسبة إلى يقول الكثرة في الطبقات من أين جئت به؟ جئت به من كلام الشهيد، هذا قاله الشهيد في شرح البداية. أنت ائتي بتعريف أنا أقبل، أنا جئت لك بتعريف، لا تقبل هذا التعريف، هات تعريف. التواتر قال تنقسم الخبر، إذا ما تقبل كلام الشهيد الثاني جيب لنا كلام شخص آخر، لا تجعل، لا تحاول أن تثر من الموضوع بحيث يضيع الوقت كما صنعت البارحة. انتهى الوقت، سبع دقائق تبغى تنتهي؟ كافي كافي. طيب شكرا. تفضل أستاذ جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. قبل أن أسلم المايك للدكتور، قال الشيخ أن جعفر قال أن الشيخ الطوسي قال كثرة الرواة دليل على صحتها. كثرة الرواة، أنا لم أقول أن الشيخ الطوسي قال كثرة الرواة، قلت كثرة الأخبار فلا تدلس على الناس. يقول نقلت كلام الشهيد الثاني، نقلت له كلام الحر العاملي، اثبت لنا يلا الآن إن كلام الشهيد الثاني مقطوع بصحته 100%، وانقض كلام الحر العاملي علشان نقول إن عندك قضية في هذه المسألة. أترك في مسألة يعني علم الدراية، وأترك الكلام لأهله. الدكتور تفضل لك المايك. الرحمن الرحيم والحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو يعني طمأنتي على الصوت، وفقكم الله. نعم الصوت جيد إن شاء الله، الحمد لله. قال هاتن وأعطيناك أقوال أخرى فإذا تحب فراجعها. هل يوجد صوت إن شاء الله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. وصل كلام الشيخ
السيد الثاني في عدد في عدم حصر العدد. الذي يحصل، هل وصل كلام الشهيد الثاني ام اعيده؟ لا ما يوقع. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسل تسليما كثيرا. قلت بأن الشيخ أرجو يعني أن يكون الوقت قد توقف إلى حين معالجة هذا المشكل الفني. هو طلب كلام الشهيد، كلام أحد العلماء أعطيناه، كلام الفر العاملي والشيخ شعفر السبحاني وغيره، والآن كلام الشهيد الثاني الذي هو استشهد به. لا ينحصر ذلك، يعني التواتر في عدد خاص على الأصح، بل المعتبر العدد المحصل للوصف فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل، وقد لا يحصل بمئة بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه. نحن الروايات التي أعطيناها ولم يعلق على واحدة منها إلا بما شيء من المهدي بعده أئمة صواب، لم يعلق على احدى روايات الاستاذ جعفر، وقد بلغت اكثر من 12 روايه. انت يا شيخ اذا تريد ان تناقش الروايات روايه تفضل، نحن لا ناخذ الروايات في المتواتر عن معزل، بل هي روايات تخرج جموعه. الان الروايات تفوق حد 50 روايه. هناك كتاب اسمه 40 روايه، هذا بالنسبه للتعصيب. رد عليها مثلا، يرد عليها احد المشايخ او احد المعممين، والكتاب مشهور، هو لشيخ ناظم ومنشور منذ زمن بعيد. كلا شيخ الطوسي شيخ علي المحسن، لا ادري هل انت تقراه بالمقلوب يعني، او انك تفهمه كما تريد فقط. الشيخ الطوسي قلت وكررت مرارا وتكرارا وساعيد، يقول: فإن قيل دلوا أولا على صحة هذه الأخبار، وقال فهذا طرف من الأخبار قد أوردناه وأشارنا في إيراد من جهة شيخ علي المحسن، استمع جيدا، من جهة الخاصة في هذا المعنى لطال به الكتاب. واضح؟ أتكلم عن هذه الأخبار، دل أولا على صحة هذه الأخبار فإنها أخبار آحاد. ثم قال ثم دل على أن المعني بها من هذول إمامته، يعني هناك شيئين، واضح؟ فقال أما الذي يدل على صحتها أي هذه الأخبار، والآن قد تقيم الأمر ولا نعود إليه. وإذا قال الشيخ لا هي في أخبار الإمامية وفي الأخبار العامة والخاصة فهذا شأنه. الآن لا نضيع وقت السامعين، فقد تبين الأمر والكتاب موجود، كتاب الغيبة، ولكن قد اعتدنا من الشيخ أنه يأتينا بفهمه هو كما يريد هو. الآن أيها الناس، الشيخ أتانا بشيء بعقيدة أمس، وقال بأن هذه العقيدة هي أن الأئمة هم الاثنى عشر مهديا، وذهب ستة وبقي ستة. ماذا أتانا؟ أتانا برواية، رواية آحاد في أحسن أحوالها. نحن الآن نطالب الشيخ بهذه الرواية أن يثبت لنا سندها. تسمعني شيخ؟ وناقش الروايات التي أعطيناه، روايات المهدي. أنا الآن أطالبك أن توثق إبراهيم الطالقاني، وأن توثق لي الحسين بن قاسم بن أيوب الواقعين في سند روايتك التي قلت فيها منا 12 مهديا مضى ستة وبقي ستة ويصنع الله في السادس ما أحب. هذه الرواية قلنا في دلالتها ماذا؟ أنها تتكلم عن وصف الأئمة بأنهم مهديين، مضى منهم ستة وبقي ستة، لا إشكال في هذا الأمر. ونحن لم نقل بأن المهديين حصرا لفظ ووصف خاص بالأئمة، فمحمد المهدي والأنبياء والأوصياء والرسل مهديين سلام الله عليهم، إنما نحن نقول كلامنا في المهديين بعد الأئمة
كيف جعلهم هم هؤلاء؟ ما هذا يا شيخ؟ أليس هكذا تورد الإبل؟ الآن وثق لنا سند هذه الرواية، مع أنه إذا وثقت هذا السند بمعجزة لن تعدو ماذا؟ رواية آحاد لا تثبت بها عقيدة. الشيخ علي آل محسن عنده عقيدة أن الأئمة الاثنى عشر هم المهديين، وقد مضى منهم ستة وبقي ستة، ويأتينا برواية ضعيفة السند دلالتها أجنبية بالمرة عن المهديين بعد الأئمة. أيضا يأتينا برواية أخرى تصف الاثنى عشر إماما مهديا يخرجهم من صلبه، أيضا ضعيفة السند دلالتها أجنبية. فأنت يا شيخ علي آل محسن الآن أنت ألزمت نفسك بمنهج، وهذا المنهج أنت بينته للناس. أما أن آلة علم الرجال تشتغل فقط لما يكون الأمر في دعوة المهديين ودعوة الإمام أحمد الحسن، وتتوقف الآلة آلة السند لما نأتي إلى عقيدة شيخ علي آل محسن التي يثبتها بروايات ضعيفة السند، لم تفق حتى عدد روايتين، وليس فيها أي دلالة على المعارضة أو على الحصر. فلا بد الآن أن توثق لنا رجلا رجلا من هذه الروايات التي أتيت بها، وأنا أريد أن أناقشك في رجل رجل، ولنبدأ على بركة الله محمد ابن إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني الذي هو محمد الطالقاني. تفضل شيخنا، نريد منك أن توثقه وبطريقة ماذا؟ لا جدال فيها ولا خلاف فيها، واضح؟ وبعد ذلك أمامك أيضا مشوار طويل، الحسين بن قاسم ابن أيوب، واضح؟ أريد منك، أو الحسين بن قاسم بن محمد بن أيوب بن شمعون كما تحب، أو شمون، انتهل. أريد منك أيضا أن توثق لنا هذا الرجل بطريقة لا تقبل الخلاف. انتهى الوقت، معكم المايك. ناخذ فاصل قصير. صلوا على محمد وآل محمد. عماد عماد محمد وآل محمد. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون إخواني، أولا أنا ما قلت عدد يشترط في التواتر عدد، ثم في مداخلتي الأخيرة قلت العبرة، صح أنا أوافقكم، قلت أنا أوافقكم في أنه العبرة بماذا؟ بحصول القاطع الجزم بالخبر بحيث أنه يمتنع تواطؤهم، شرحتها. لكن ماذا أصنع؟ القوم لا يسمعون أو لا يفهمون. أنا قلت ذلك، ينقل لي عبارة الشيء، أنا لا أختلف معكم في هذه النقطة. هاتوا الآن، ثم موضوعنا إخواني ما هو؟ موضوعنا هو أن يأتوا بروايات. كالبارحة هربوا إلى مواضيع أخرى. كما تلاحظون إخواني، أنتم أثبتوا عقيدتكم، تقولون متواتر، أثبتوا هذه العقيدة. نحن جئنا الليلة لكي نستمع هذه الروايات. يقول نقلت لك من كلام السبحاني، أنت لم تقرأ شيء. أنا الآن، أنت تقول إذا كان يمتنع تواطؤهم على الكذب، موافق، هاتوا الروايات. ثم الأستاذ الدكتور توفيق المغربي ذكر رواية قلتها البارحة، ويقول وثق السند. هذا خارج موضوعنا الآن، هذا ليس موضوع الحلقة. ماذا تفسرون إخواني ذلك؟ أليس هذا هروب من أصل الموضوع كما حدث البارحة؟ وثق فلان وفلان. ثم أنا جئت بها
لأنكم تقولون أنه نحن علم الرجال لا قيمة له، فلذلك احتججت عليكم بروايات المروية في الكتب المعتبرة التي أنتم تحتجون بها. أنا من باب الإلزام، هذا من باب الإلزام، لا أنه بالضرورة أنا أراها صحيحة هذه بخصوصها صحيحة السند، لكن الآن أنا جبت بأربع روايات، وهناك روايات كثيرة أخرى تدل على أن المهديين. إخواني، أريد منكم أن تبحثوا في مكتبة أهل البيت، اكتب المهديين، انظر كم رواية تصف أئمة أهل البيت بأنهم المهديين، الهداة المهديين، في الأدعية، في الزيارات، كثرة كاثرة، ربما تكون النتائج 200-300 نتيجة في الأدعية والزيارات. أنا ما جئت لك ببعض الروايات، والروايات التي تدل على أن هؤلاء 12 هم أئمة هداة مهديون فاقت حد التواتر، وموجودة في الروايات، وأنا ألزمك بما أن تقول. أن تقول نحن لا نعتقد بعلم الرجال، الآن تريد أن تناقشني في السند، ثم أنا لم أناقشك في أسانيد الروايات. هل البارحة أنا ناقشت الأستاذ جعفر في سند رواية؟ ما ناقشته، فقط في رواية الوصية التي يعتمد عليها مذهبهم قائم عليه، وإنما أنا قلت أثبت صحتها لأن البيان المنسوب إلى إمامهم قال صحيحة السند. قلت بما أنه قال صحيحة السند أثبت كلام إمامك، هذا الذي قلته، ولم أناقش في روايات. على كل حال إخواني، كما تلاحظون القوم يهربون ولا يستطيعون أن يثبتوا عقيدتهم أن هذه الروايات متواترة، شرقوا وغربوا وجاء برواية قلتها البارحة انتهى موضوعها. والآن الأستاذ جعفر من بداية كلامه رجع إلى الكلام البارحة وترك الموضوع الأساس. ألا تقول يا أستاذ جعفر أن التواتر هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب؟ أليس كذلك؟ أنا موافق لك، هات الروايات الصريحة كما قال البارحة الأستاذ الدكتور توفيق، قال أنها قطعية، لابد تكون دلالتها قطعية. أنا ألزمتك بما قاله الدكتور، ما قلت أنا هذا من عندي، قال لابد دلالتها قطعية، قلنا إذن هات دلالتها قطعية. أما تأتي برواية تحتمل وجوه تقول إذن هذا يدل على أن المهديين هذه شيء متواتر، المهديين الذين هم من أبناء الإمام المهدي، هات روايات ولننظر، والحضور ينظر، الإخوان المستمعون أيضا ينظرون، هل أنها فعلا لا تحتمل إلا هذا المعنى الذي أنتم فهمتموه، أو هو معنى أنتم تخيلتموه وبنيتم عليه عقيدة ولم تجمعوا بين هذا المعنى الذي في الروايات المتواترة التي قال الشيخ الطوسي وأنتم نقلتم كلامه أنها متواترة في الدلالة على أن الأئمة 12 فقط. لما تأتي لنا روايات أخرى شاذة نطرحها. كلام أهل البيت، ماذا قال أهل البيت؟ أهل البيت، أنا نقلت البارحة قلت للأخ الأستاذ جعفر منهج أهل البيت في الحديث، هناك روايات متواترة وهناك روايات خلاف المتواتر، خلاف المتواتر نطرحه. رواية عمر بن حنظلة الإمام عليه السلام لما قال يأتي عنكم الخبران المتعارضان فكيف نصنع، قال الإمام عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك.
الآن المجمع عليه من علمائنا ومن رواة أهل البيت أن الأئمة كم؟ 12 أو 24؟ 12. فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع لا ريب فيه. ثم رواية ثانية أيضا، رواية زرارة: سألته فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر به. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. روايات المهديين إخواني، دقيقتان من العشر. نعم، دقيقتان من العشر. روايات المهديين، علماء الطائفة كلهم قالوا أنها روايات غير قطعية، غير متواترة، مخالفة للمتواتر. مثلا في كتاب الإرشاد في صفحة في المجلد الثاني صفحة 387، الشيخ الطوس الشيخ المفيد قدس الله نفسه يقول: وليس بعد دولة القائم لأحد دولة. دولة القائم وتنتهي، انتهى، ما في لا مهديين ولا غير مهديين. قال: إلا ما جاءت به الرواية. هناك بعض الروايات من قيام ولده إن شاء الله، في روايات هكذا ولم ترد به على القطع والثبات، تلك روايات متواتر، هذه روايات شاذة أحاد ليست قطعية. وأكثر الروايات، شوف أكثر الروايات، المفيد يقول من هو المفيد؟ واحد عادي مثلي ومثل الأستاذ جعفر؟ لا، قال: وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة 40 يوما يكون فيها الهرج وخروج الأموات وقيام الساعة. الإمام يموت قبل قيام الساعة 40 يوم. أكثر الروايات، الشيخ المفيد يكذب، يقول أكثر الروايات ولا يوجد روايات. هؤلاء هم المطلعون على روايات أهل البيت. ثم الشيخ المفيد لا علاقة له بدعوة أحمد إسماعيل حتى يكذب، يريد أن يزحزحها أو يريد أن لا يعترف بها، ما له علاقة بهذه المسألة. في وقت دقي 5 ثواني انتهى. طيب عفوا، قبل أن يأتي الدور للأستاذ جعفر، يعني حبذا لو يعني نركز على ما اتفقنا عليه البارحة، وهو موضوع يعني عندنا محورين. أنا ذكرت من البداية أن هناك إثبات التواتر في الروايات المثبتة لاثني عشر حجة بعد الإمام ولدي الإمام الحجة عليه السلام، هل يمكن أن نبدأ بهذا؟ تفضل. وخل تحرر مسألة التعريف اللي طرحه الشيخ. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. سأترك الرد لصاحب الرد، يعني للمتخصص، أنا لست متخصص في علم الدراية ولا أضع نفسي في مثل هذه المسألة. لكن أقول أن الشيخ قال: من باب الإلزام أتيتك بهذه الرواية. إذن الشيخ اعترف الآن أن دليله هو جاء بهذه الرواية، مضى 6 وبقي 6 لكي يثبت أن الأئمة محصورين. الآن هو نقض على نفسه دليله، يعني الدليل اللي جابه وقال أنا جايبني لكم من باب الإلزام، لكنه اعترف الآن أن دليله ضعيف، يعني ما عنده دليل يقطع به على الحصر. هذه مسألة ما انتهى به الشيخ، وأترك البقية للدكتور. قال: أكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة 40 يوم. وقال: هل الشيخ المفيد يقول لكم يعني كلام يعني ما يعرفه أو كذا؟ يعني لله في خلقه شؤون في هذه المسألة. هذا القول نقل البارحة للشيخ على أن الشيخ المفيد لا يقطع بمسألة انتهاء الحجج بعد الإمام المهدي. ثاني شيء، الشيخ المفيد يقول ليس بعد دولة القائم. نحن نقول أن المهديين هي دولة القائم، ولا يوجد أصلا بعد دولة القائم دولة،
إلا الرجعة يعني، هي دولة القائم يتعاقب عليها المهديون. فحينما نقول دولة القائم هم حكم المهديين في دولة القائم أساسا. ثانيا، هل يعتقد الشيخ علي المحسن بأنه بقول الشيخ المفيد الذي وصفه الآن بما وصفه وقال وأكثر الروايات، نريد هذه الأكثر الروايات طبعا، هل يعتقد الشيخ علي المحسن أن المهدي سيموت قبل القيامة بأربعين يوم؟ يعني أربعين يوم ما فيها حجة على الأرض، وهذا مخالف لعقيدة الشيعة أصلا. والشهيد الصدر الثاني ناقش هذا الكلام وقال عنه هذا الكلام، قال لا تخلو الأرض من حجة ولا ليوم واحد. وبالمناسبة السيد منير الخباز لما جاء أم الحمام وتكلم في هذا الأمر نقض كلام الشيخ المفيد، قال لا يستقيم مع عقيدة الطائفة. الآن الشيخ علي المحسن وصفه بأنه الشيخ المفيد وأنه قال وأن أكثر الروايات، أكثر الروايات والشيخ المفيد، وهل الشيخ المفيد يتكلم بهكذا وهكذا؟ إذن أنت تلتزم الآن بقول يخالف الطائفة المحقة وهو خلو الزمان من حجة، وأثبت لنا هذه المسألة والتي يعتبرها طامة من طامات هذه المناظرة. أترك بقية النقاش في علم الدراية إلى الدكتور، لك المايك. شيخ علي المحسن وصفه بأنه إيش صاير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. إذن الشيخ علي آل محسن لم يرد كلامي حول مسألة ما قاله الشيخ الطوسي إلا بكلام يوهم به السامعين، وقال بأن الشيخ الطوسي في المحذور، فهو يصف الشيخ الطوسي بماذا؟ بالسفه والعياذ بالله. رحم الله الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ينقل رواية الوصية المهديين ويقول أنها متواترة ويعتقد بها، ثم يقول بعد ذلك بانحسار الحجج في 12. ما هذا؟ هذا الشيخ الطوسي رحمه الله نقل لنا روايات أهل البيت، شيء من الاحترام على الأقل، والاشتباه شيء هكذا. يعني شيخ الطوسي ينقل، حتى إذا تنزلنا على ولن نتنزل عن قوله بتواترها، هو يكتب وصية هكذا وينقلها في الخاصة ولا يعلق عليها حتى، وتأتي أنت وتقول بأنه يقول الحجج هم فقط 12؟ من أين أتيت بهذا الأمر؟ روايات فقط روايات 12 من ولد رسول الله وعلي فقط، ليس كل روايات المهديين فقط، كون هناك أئمة 12 من ولد محمد وعلي أو من ولد فاطمة وعلي، تعرف كم توجد رواية؟ تعرف في روايات الطوسي في الكافي 7 روايات في نفس المضمون، في الغيبة أكثر من 3 روايات، أن الأئمة 12 من ولد رسول الله وعلي، فرسول الله وعلي هما الوالدان، وفي هذا المعنى روايات كثيرة، أضف إليها روايات المهديين التي رويناها لكم عن محمد صلى الله عليه وآله، عن علي أمير المؤمنين، عن الحسن، عن فاطمة، عن الصادق، عن علي بن الحسين، عن الإمام المهدي، عن الرضا. وقد قلت بأنه ماذا؟ أنك تذعن بأنه إذا رويت في طبقات يستحيل أنهم اجتمعوا في يوم من الأيام واتفقوا على الكذب، فلا بد من حصول الاطمئنان، فهذا هو التواتر. 50 رواية أيها الناس، أكثر من 50 رواية، أكثر من 40 رواية مجموعة في 40 حديثا في المهديين على طبقات مختلفة، يأتي الشيخ ويقول غير متواترة، ثم يأتينا بعقيدة الآن تنازل عنها، وأنا لن أترك شيخ علي آل محسن. ومن قال لك شيخ علي آل محسن أننا ماذا
بما أننا لن نلتزم بعلم الرجال، إذن يمكن ماذا؟ يمكن أن تأتينا بأي رواية هكذا ونقبلها يعني. لا يوجد منهج آخر غير علم الرجال، لا يوجد منهج شيعة آل محمد الذين يعرضون على المعصوم، والذين قيل لهم يعرضوا على القرآن، والذين والذين والذين، يعني ماذا؟ إما علم رجالكم الذي هو كذبة كبرى، لا ليس عندكم حتى 20% من أحوال الرجال. أنا طالبتك بسند روايتك التي أنت أتيت بها من أجل ماذا؟ أتيت بها من أجل عقيدة الحصر. بعدما سألك الأستاذ جعفر بكل وضوح وسألتك أيضا بكل وضوح أن تثبت لنا هذه العقيدة الفاسدة التي تقول بالحصر، وأقول فاسدة وأعني ما أقول، لأن من يقول هكذا ويقول بأنه عنده عقيدة ثم يأتي بروايات ضعيفة السند، ليس حتى روايات آحاد، فهذا ماذا يعتبر؟ يعني لما يأتي الحجج ماذا يطلب من الناس؟ أن يقتلوا هؤلاء الحجج؟ أن يقتل هؤلاء المهديون؟ يقول روايات شاذة، تعني ما تقول شيخ علي آل محسن الشاذ؟ 50 رواية 40 رواية أكثر من 40 رواية تسميها شاذة أنت؟ مروية عن محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والصادق والباقر والإمام المهدي، أنت تسميها شاذة؟ عجيب. إذا كان هذا هو الشاذ فلا حول ولا قوة إلا للناس. أكثر من 50 رواية بقي دقيقتان من الوقت، 50 رواية قطعية الدلالة روينا منها أمس تقريبا أكثر من 12 رواية لم يرد عليها الشيخ ولو بحرف واحد ولو بجرة قلم. ماذا قال؟ اكتفى بالقول الهزيل أن هؤلاء الأئمة بعد القائم، أي بعدما يموت القائم تخلو الأرض من حجة عند الشيخ علي آل محسن، فيترك ماذا؟ أئمة صلاة، ويصلي عليهم الإمام المهدي، يقول لما صلي على الأئمة من ولده عند الشيخ علي آل محسن، الإمام يصلي على أئمة صلاة وتترك الأرض بدون حجة. قول الشيخ المفيد أنت حقيقة يعني كما قلت وأعدت وكررت مرارا تفهم كما تريد، وهذا تصرف في النصوص بطريقة غير علمية. الشيخ المفيد قال أنه لا يقطع بوجود فقط 12 إماما، وقال بأنه لا يعرف ما يجري بعد دولة القائم، وهو جدا دقيق، قال بعد دولة القائم، لم يقل بعد الإمام المهدي محمد بن الحسن. دولة القائم آخر الدول، دولة العدل الإلهي، نسيت يا شيخ؟ هو الإمام المهدي يأتي لماذا؟ لإقامة دولة العدل الإلهي بعد أن كانت دولة الظالمين والظلم على طول هذه المسيرة، إلا ما نذر دولة القائم هي دولة المهديين. فلا أدري من أين أتيت بأن الشيخ الطوسي يقول بأن الحجج فقط 12، بأن الشيخ المفيد يقول فقط بأن الحجج 12، من أين أتيت بهذا الكلام؟ وأن الشيخ المفيد يقول لأقطع يعني أن هناك احتمال، وإذا ورد الاحتمال يعني ليس عنده عقيدة. ولكن أنت الظاهر أنك ماذا؟ تبني عقيدة على احتمالات روايات أنا أطالبك بسندها، ويعني عدم جوابك على السند يدل بكل وضوح على أنك اعترفت بضعف سندها، فلا تعد إلى مثلها شيخ علي آل محسن. شيخنا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ جعفر حفظه الله يقول ليس بمتخصص. أنا كان في البداية فهمت أن أناقش أستاذ جعفر، الآن تبين لا، أنا أناقش شخص آخر، ما أناقش الأستاذ جعفر. فهمت أنه أستاذ جعفر بيجيب له مساعد، الآن تبين لا، أستاذ جعفر هو المساعد. على كل حال، الشيء الآخر أنه طبعا كما تلاحظون إخواني الجماعة بسند رواية
بينت له لا أدري هو يفقه ما أقول لا يفقه، قلت له أن هذا هناك روايات كثيرة موجودة، وأنا من باب الإلزام. اللطيف ماذا يقول؟ يقول هذا علم الرجال الذي عندكم هو كذبة كبرى. زين، وضح لنا علم الرجال الذي عندكم الذي فصلتموه على المقاس الذي تريدون. علم رجال هم يفصلونه حسب مقاسهم، هذا كلام فارغ. علم الرجال علم له مبادئ هي حتى متفق عليها بين السنة والشيعة، الحديث الصحيح الذي رواه العدل الضابط كذا كذا. هم جاءوا ألغوه، لماذا ألغوه إخواني؟ لأنه تورطوا بأهم دليل عندهم وهو رواية الوصية. رواية الوصية كل رواتها مجاهيل في مجاهيل، وكما قال علماؤنا رواة عامة، هم يريدوا يثبتوا عقيدتهم بهذه، نسفوا علم الرجال لأنهم لا يستطيعون أن يثبتوا هذه العقيدة. على كل حال، يقول روايات جمعوا روايات أكثر من 50 رواية. طبعا هذا كتاب الشيخ ناظم العقيلي، 40 حديثا في إيش إخواني؟ في المهديين وذرية القائم، يعني إن القائم عنده أولاد، موجود إن القائم عنده أولاد. بحسب ما فهمه الشيخ ناظم العقيلي حمل الروايات ما لا تحتمل، مو في المهديين. الأستاذ توفيق أو الدكتور توفيق قال عندنا 50، هنا 40، مو في المهديين، في المهديين والذرية، أنه عند أولاد بس، أم أئمة غير أئمة، هذا موجود من ضمن الأحاديث. روايات عن كعب الأحبار، عن السنة العامة، عن روايات مراسيل، عن القائم هذا الذي يثبت به التواتر، انظروا إلى تواترهم. لذلك لا تتعجبوا إخواني أنهم الآن يلفون ويدورون ويهربون من أجل ماذا؟ لا يستطيعون. أنا قلت له، الآن أنا قلت لا مانع أنت قلت ما التواتر هو الذي يحصل به القاطع الذي يمتنع التواطع على الكذب، خلاص هات روايات تدل على التواتر. هل جاء برواية واحدة؟ لا، ولن يأتي، وسينتهي الوقت ولن يأتوا، أبشركم. ثم يقول أنه بالنسبة إلى يطالبني بالسند، هذا خارج الموضوع لا أضيع الوقت فيه. كلام الشيخ المفيد، أولا يقول إن الشيخ الطوسي يعتقد برواية المهدين، هو ينص على أن الخلف ليس له ولد، فأما من قال إن للخلف ولدا وأن الأئمة 13 مو 24، ربما الشيخ الطوسي لو تقول لا في ناس يقولون 24 لعله يغمى عليه، لأن ما في دليل على هذا. يقول الذي يقول 13 فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أن الأئمة عليهم السلام 12، فهذا القول يجب إطراحه. يقول على أن هذه الفرق كلها قد انقرضت التي تقول ب13، يعني في ناس في، يعني مو أن هذا أول قارورة كسرت في الإسلام، لا، في قوارير كسرت قد انقرضت بحمد الله، ولم يبقى قائل يقول. نقول أيها الشيخ تعال في هذا العصر لتجد من يقول. ثم ما قاله من أنه دولة القائم، قال الشيخ المفيد دولة القائم، ودولة المهديين هم في دولة القائم. نقول هذا خلاف العبارة، أنتم تحرفون العبارات كيفما تشاءون، تقرؤون بالمقلوب كما قال لي، والدكتور يقرأ بالمقلوب يقول، لأنه قال لي فأنا يعني من باب الممازحة
أقولها له، وإلا الأستاذ جعفر أنا الليلة ما مزحته، البارحة ما زحته، شفت تأذى، وهو الليلة أكثر من اللي قال دلس وكذا، وأنا أشكرك على هذه العبارة، بس أنا الليلة ما تحرشت فيك. فقال وليس بعد القائم دولة لأحد، لأحد دولة، ليس له دولة يعني حكومة، لا يحكم أحد، لا يحكم أحد بعد القائم، وليس بعد دولة القائم لأحد دولة. ثم يقول إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده، قيام ولده في دولة ثانية، لو دولته هم يقولون أنه دولة المهديين، هو يقول إلا قيام ولده، ولم يترد به على القطع والثبات، ما ورد هذا على القطع والثبات، مو شيء قطعي، ذاك القطعي، فهذا الذي لم يرد على القطع يجب إطراحه ولا نعول عليه. يقول وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة عليه السلام إلا قبل القيامة 40 يوم. الغريب العجيب الأستاذ جعفر حفظه الله، أقول له، يقول الشيخ المفيد، يقول لي قال السيد منير، السيد منير على عيني وراسي، لا استصغار لقدره، أنا ما استصغر قدره، لكن العلماء لهم مقامات، أنا لا تقول أقول لك قال الشيخ المفيد، تقول قال علي آل محسن، شنو قيمة علي آل محسن أمام الشيخ المفيد؟ فإذا خالف الشيخ المفيد سيد منير، علي آل محسن، الشيخ الكوراني حفظه الله، علماءنا الأجلاء، الشيخ المفيد هذا شيخ الطائفة، هو الذي ثبت عقائد الشيعة، ثم الشيخ المفيد ما قال هذه هو لوحده، غيره قال أيضا، طبرسي في إعلام الورى قال قد جاءت الرواية الصحيحة أنه ليس بعد دولة القائم دولة إلا ما ورد من قيام ولده مقامه، شوف ولده مقامه، يقول هذا ورد ولم ترد على القطع والبت، وأكثر الروايات أنه لم يمضي، هذا موجود في كتاب إعلام الورى المجلد الثاني صفحة 295، أيضا البياض العاملي في الصراط المستقيم نفس الكلام، قد روي أن مدة دولة القائم 19 سنة تطول أيامها وشهورها على ما قدمناه. ثم يقول بعد ذلك وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله، فلم يرد على القطع والبتات. تلاحظوا هذه الروايات التي الآن الأستاذ جعفر قال وعد أنه يريد أن يثبت تواترها، تلاحظون أن هؤلاء الفطاحل يقولون أنه لم تثبت على نحو القطع، هؤلاء الفطاحل يقولون ليست قطعية، شاذة. أستاذ جعفر والدكتور توفيق يقولون لا متواترة. ثم الأربلي في كشف الغمة قال هذا الكلام أيضا، موجودة؟ عفوا أنا قرأت قبل قليل كلام الأربلي في كشف الغمة، كلام الصراط المستقيم هذا موجود يعني في كشف الغمة المجلد الثالث صفحة 266 الذي قرأته، في الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 254 يقول انتهى الوقت، ليس بعد دولة المهدي دولة، نفس الكلام هذا إلا على رواية شاذة من قيام أولاده بعد. هؤلاء العلماء يقولون شاذة، ويأتي الأستاذ جعفر ومن على طريقه ويقولون لا هذه روايات متواترة. شكرا أستاذ جعفر. قبل هذا بس أوضح أيضا بالموضوع، طبعا المداخلات اللي تتم عن طريق الدكتور توفيق المغربي كان متفق عليها، بأنه يعني ذكر لي طبعا أستاذ جعفر قبلا بأنه لا علم له بهذا، يعني ما عنده علم، ليس مختصا في علم الدراية أو الرجال، وبالتالي يعني سيوكل هذا الموضوع للدكتور توفيق المغربي ومداخلات. أنا ما بين لهذا الشيء، يعني أنا عرفت أنه كلام مع الأستاذ جعفر
وله مساعد يساعده بعض الأحيان، لا أنه المداخلات الأساس. ثم هذا مو علم دراية. الآن احنا أستاذ دكتور توفيق لا يتكلم فقط في علم دراية، في أسانيد وعلم رجال وكذا وكلام الشيخ الطوسي إلى آخره. اتفاق مع الأستاذ بدر من البداية والرسائل الموجودة حتى على الجوال أن الطرف الذي يكون معي هو شريك، لئلا يقول أحد هذا تداخل أكثر من هذا. طيب. فإذا لم يعني يقال لك فالخطأ من المنسق، وإلا فأنا لا مشكلة، أنا ما عندي مانع. طيب. ما في مشكلة. طيب. أتحمل أنا مشكلة. تفضل. وفقكم الله إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. عني أنا أقول أن الشيخ لا يملك عقيدة فيما بعد الأئمة الاثني عشر لهم أن يكونوا محصورين، وأيضا الآن عقيدته في خلو الأرض من حجة أيضا باطلة. وقال السيد منير حينما يخالف الشيخ المفيد، يعني مع احترامي للسيد منير فإن الشيخ المفيد مقدم. طيب، وإذا الآن أثبتت لك من كلام آل محمد أن الشيخ المفيد في هذه النقطة بهذا الفهم خالف آل محمد، من تقدم؟ هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تترك إلا بعالم يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى الناس، يعلم الحرام والحلال. والروايات التي تقول: لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة. هذا يدل على أن الشيخ علي المحسن مخطئ في هذه المسألة، وهي مسألة خطيرة. يعني أهم مسألة عندنا هي الاستخلاف، أهم مسألة وأهم عقيدة هي الاستخلاف، الشيخ علي المحسن لم يحررها. إن الله عن الإمام الباقر والصادق: لم يدع الأرض بغير عالم، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. الإمام الصادق: لم تخلو الأرض منذ كانت من حجة عالم. تريد روايات أكثر سأعطيك، يعني أصلا هذا المتواتر. هات روايات. هات. نعم. الإمام الرضا عليه السلام في الجواب عن أولي الأمر والأمر بطاعتهم لعلل كثيرة، منها أن الخلق لما وقفوا عفوا. الإمام الباقر لما سئل عن علة احتياج الناس إلى النبي والإمام لبقاء العالم على صلاحه، وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو إمام: إن الحجة لا تقوم لله عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرف. والروايات التي تقول أن آخر من يموت الحجة لئلا يحتج أحد على الله أنه تركه بغير حجة بهذا المعنى، وهي كثيرة. إذن الآن الشيخ المفيد في هذه الجزئية خالف آل محمد، فمن تقدم؟ شرح لي هذا الأمر. مسألة قول الشيخ الطوسي في أنهم محصورين الأئمة الاثنى عشر كان يرد على مخالفين. طبعا أريد أن أقول: هل الشيخ علي المحسن الآن أعطانا دليل على الحاصر؟ هل هذا هو الشيخ الطوسي بعد أن بينا له الروايات؟ الدكتور توفيق لك المداخلة، تفضل. Thank you.
فيها خلاف طويل عريض، وسيد الخوئي رحمه الله لا يقبل بها. المهم على أي حال، سيد مثلا سيد الخوئي يقول إن التزمنا بأن مضمونها، وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح، عندنا كتاب الحج لسيد الخوئي الجزء الثالث صفحة 239. إذا مسألة إعراض المشهور عن الرواية لا يجب سقوطها أو روايات، خصوصا هنا نحن لا نتكلم عن رواية أو رواية واحدة أو اثنين أو ثلاثة. نتكلم عن روايات يتداخل آخر. شلون يعني؟ هو خلي يكمل الآن. ترى روايات متواترة، وأن تعرض الدنيا كلها عنها. إنما نحن نبين الآن ماذا؟ إنما نحن نبين لما نتكلم عن العلماء، نبين أن هناك خلل في فهم أقوال العلماء. الصوت موجود. نبين الخلل في نقل الشيخ علي آل محسن أقوال العلماء. وهو بهذا يسيء لعلمائنا. والآن انتهت 7 دقائق. نعطي العلماء لا يقولوا الصوت عندهم يسمع. الشيعة الذين نقلوا روايات أهل البيت عليهم السلام. موقف الصوت. موقف الصوت. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهى الوقت الآن لو المفروض ما توقف أستاذ بدر، لأن هذا هم مشكلتهم ما يتوقف الوقت ما يتوقف. لا مشكلتكم أنتم، مو أنا أتحمل الوقت، أنتم عندكم مشكلة الوقت يمشي انتهى خلاص، مي مشكلتي أنا. في هذه المداخلة نتوقف له، بس اسمح لي أنا في هذه المداخلة شيخ حتى بعد لا يزعل أستاذ جعفر ما يخالف. ممكن استخدم جهازك؟ طيب حتى الوقت بلين عنده ساعتين، احنا ترى ننتهي يعني، فالباقي تقريبا فقط يسمح بمداخلة واحدة او مداخلة يعني سبع دقائق سبع دقائق عن ذلك. كيف الحين مو متنرفز معصب؟ بس اخف من البارحة. ها جوال راح متطوع جوال فاتورة جوالي مشكلة، حتى جوالي مشكلة، أنا متطوع ما عندي مشكلة. ممكن جوال
إذا بيطول استخدموا الجوال إذا ممكن. أستاذ علي ممكن اللابتوب حقك؟ المشكلة في استخدام اللابتوبات كثيرة. طيب يخففوا منها. طيب ليش استخدم؟ جاهز. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تصوير أعطيه صاحبه ما أعطيه. في معنى تعمد لينا احنا الحين لانه احنا بعد اليوم دقيقتين ونص بس تخبر بس تعطيه خبر. كم دقيقه الحين؟ صوتنا مسؤول إن شاء الله بحول الله وقوته فقط.
صوت موجود يعني أبدأ المداخلة الآن؟ نعم على بركة الله. قلت بأن مسألة كلام الشيخ الطوسي وقوله بأن رواية الوصية متواترة قد حررت الآن. أيضا قلت بأنه ما أتى به شيخ علي آل محسن قد تبين الآن أمام جميع الناس بأنه في الحقيقة أتانا بروايات لم يستطع الدفاع عن سندها لأنها ضعيفة السند، أجنبية بالمرة عن الحصر أو عن كلمة، وهذا لا بد من الوقوف عنده ولا بد من بيانه للناس. قلت أيضا بأن كلام الشيخ الطوسي الذي رد فيه على المخالفين القائلين بالإمام الثالث عشر قبل زمانه كان ردا على طوائف الشيخ علي آل محسن بنفسه قرأها بأنها قد انقرضت. فالشيخ الطوسي أولا قلنا بأن كلامه يحتج له لا به، ثانيا نحن أيضا نقول بأن الأئمة 12 فقط أولهم ماذا؟ علي وآخرهم محمد بن الحسن، فالأئمة 12 لا يزيدون ولا ينقصون واحد، ولكن بعدهم مهديين بالتواتر، ونقلها الشيخ الطوسي وقال أنها متواترة. إذن الحل الوحيد للجمع بين كلام الشيخ الطوسي وعدم اتهامه بالسفه وحاشاه رحمة الله عليه هو أن يفهم شيخ علي آل محسن أن الشيخ الطوسي كان يرد على من يقول بإمامة الثالث عشر في زمانه أي في الغيبة، ومنهم من كان يقول بموت الإمام المهدي في غيبته واستلام الإمامة من ولده وهكذا. هذا هو الوجه الصحيح الوحيد للجمع بين كلام الشيخ الطوسي لما يقطع بصدور الوصية من المعصوم وبين رده على المخالفين. انتهى الوقت، لكم المايك. شيخنا لكم المداخلة الأخيرة. طبعا نعطيك وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. كما لاحظتم إخواني الأعزاء الآن أنا في المداخلة الأخيرة، والقوم شرقوا وغربوا وصعدوا ونزلوا و جاءوا بمسائل من هنا وهناك، موضوع حوارنا لم يجيبوا، وأنا بشرتكم أنهم لن يجيبوا، أدري، لأنه هذه أساليب واضحة. الرجل الذي هو ليس عنده حجة يلجأ إلى هذه الأساليب في الهروب هنا وهناك. يقول الأستاذ جعفر حفظه الله أنني أنا لا أملك عقيدة في الحصر، لأن هذا الرواية الآن هذه الرواية الآن أنا مثلا ما أثبت أنها صحيحة السند، هذا خارج الموضوع، خارج الموضوع. تريد أنه نشرق ونغرب ونترك الموضوع الأساس، كما أن الدكتور توفيق يريدني أن أثبت له بالسند أن تلك الرواية صحيح. هذا كلام هروب خارج الموضوع إخواني. ثم يقول إن الشيخ المفيد خالف أهل البيت. الشيخ المفيد لم يخالف أهل البيت، وهذا موضوع آخر، أن الأرض تخلو من حجة أو لا تخلو. نحن نتكلم في هذه الجزئية. الشيخ المفيد قال في دولة القائم وأولاده، أما مسألة باقي الكلام الشيخ المفيد صح خطأ، هذا ليس موضوع حوارنا. لا تدخل مواضيع أخرى في الحوار. هذا الجميع يعلم أنه هروب مكشوف مفضوح. الإنسان يحاول يهرب بس مو بدرجة من الوضوح المكشوف، لا. ثم بالنسبة إلى كلام الدكتور توفيق، كلام الدكتور توفيق طبعا أغلبه ما سمعنا لأنه كان متقطع والحمد لله، فنحن في غنى عن الإجابة عنه. ثم يقول أنني لم أستطع الدفاع عن سندي، هذا خارج الموضوع، ولا أريد أن أضيع الوقت
في شيء خارج الموضوع. ثم يقول لابد من بيانه للناس، هذا موضوع آخر. يقول كلام الشيخ الطوسي رد على طوائف، الآن ليس كلامنا في الشيخ الطوسي أنه يريد أن يجمع، المهم الذي أريد أن أتكلم فيه أنه قال إن الشيخ الطوسي قال إن رواية المهديين متواترة. الأستاذ محمد العزيز قال إنه لا أقول كذب، فأنا أقول الدكتور اشتبه في هذه النقطة، لأن الشيخ الطوسي لم يقل هذه الرواية متواترة، يقول إن المتواتر هو ماذا؟ الروايات التي تدل على 12 إماماً، هذا المتواتر. أما المهديين متواترة نحتاج من الدكتور أن يثبت هذا الكلام. طبعا بالمناسبة أيضا أريد أن أقول إن الذين قالوا إن روايات المهديين شاذة، من ضمنهم الحر العاملي صاحب الوسائل، وهو من هو أنتم تعرفون، هذا رجل حديث وعنده معرفة بالأخبار، قال في كتابه الإيقاظ من الهجعة، هذا الكتاب في صفحة 368، قال وأما أحاديث 12 بعد 12 فلا يخفى أنها غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلتها وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه، وقد تواترت الأحاديث بأن الأئمة 12 وأن دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة، وأن 12 خاتم الأوصياء والأئمة والخلف، بعد ما في إمام بعده. ثم طبعا الشيخ الدكتور حفظه الله يقول أن الشيخ ناظم العقيلي جاء بكم؟ 40 رواية 50 قال، هذا كما قلت البارحة هو من ضعف الحساب، لأن القوم عندهم ضعف في الحساب، هي 40. ثم أريد أن أنقل لكم رواية من هذه الروايات التي قالها ذكرها الشيخ ناظم العقيلي، يقول هذا الحديث 31 عن نعيم بن حماد المروزي، طبعا هذا عامي سني، بسنده عن أمير المؤمنين قال كلام، يقول عن وتدخل العرب والعجم وأهل الحرب والروم وغيرها في طاعتي في طاعة الإمام المهدي من غير قيام حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية وما دونها ويخرج قبله، يخرج قبل من؟ قبل المهدي، رجل من أهل بيته بأهل المشرق يعني بالبصرة يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر، يقتل ويمثل ويتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه، ما يوصل بيت المقدس حتى يموت قبل الإمام. ثم الشيخ ناظم العقيلي يقول هذه الصفات ما تنطبق إلا على المهدي الأول أحمد من ذرية الإمام المهدي الذي وصفه رسول الله بأنه أول المؤمنين وأنه وصيه وأول المهديين قبل الإمام المهدي، ويقتل يموت قبل الإمام ويكون وصي، أي مهزلة هذا؟ هل رأيتم هذه الروايات المتواترة كيف؟ هذه رواية عن أنه الأحمد الحسن يموت قبل المهدي، ومع ذلك هو وصي المهدي وهو أول المهديين، لا يفهمون الروايات أم ماذا؟ ثم في وقت، ثم بالنسبة إلى كلام، طبعا نرجع لكلام الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي بعد رواية المهديين التي هي في صفحة 96 من كتاب الغيبة بعدها بأربع صفحات في صفحة 100 قال وأما الدليل على أن المراد بالأخبار والمعني بها أئمتنا عليهم السلام
فهو أنه إذا ثبت بهذه الأخبار، ثبت بهذه الأخبار ماذا؟ أن الإمامة محصورة في الاثني عشر إماما، وأنهم لا يزيدون ولا ينقصون. إذا ثبت هذا كما دلت الأخبار، لا يزيدون لا يزيدون، يقول لو كان مهديين لكان يزيدون. ثبت مذهب ما ذهبنا إليه، إلى آخر كلامه. وأما جمع الأستاذ الدكتور توفيق فهذا جمع فارغ فاسد باطل، لأنه يجمع بين روايات متواترة ورواية شاذة. أي جمع هذا؟ الجمع يكون بين الصحيح والصحيح، لا بين روايات متواترة تنفي رواية شاذة يجمع بينهما. أنه يقول حسب ما فهمت من كلامه، إذا أنا أخطأت يصحح لي، يقول أنه هم الأئمة الاثني عشر، الاثني عشر هم أئمة، بقي دقيقة الآن، لكن عندنا إيش بعدهم؟ مو أئمة، مهديين. إذن أنتم تقولون أنه أحمد الحسن إمام الآن، الحمد لله تنازلوا عن إمامته بجرة قلم، ممتاز، هذا تطور جيد في المناظرة. طبعا هذا الذي ذكره الدكتور توفيق يعني مو غريب، جيد، لأنه موجود في بعض الروايات في كمال الدين. طبعا هو بيقول لي صحح الرواية، هذه هم يحتجون بها، هذا موجودة في هذا الكتاب، ما احتاج لتصحيح الحمد لله. يقول عن أبي بصير، طبعا في كمال الدين وتمام النعمة صفحة 358، قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: يا ابن رسول الله، إني سمعت من أبيك عليه السلام أنه يقول يكون بعد شنو، أئمة أو ماذا؟ قال: إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما. مو أئمة هؤلاء، كيف مو أئمة؟ قال، بيّن الإمام بعد ذلك: ولكنهم قوم من شيعتنا. إخواني أنتم عرب وتفهمون اللغة العربية، قوم من شيعتنا يعني ما؟ منا، من أهل بيتنا، من الأئمة، من شيعتنا، يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. هؤلاء المهديين لا أكثر ولا أقل، قوم من الشيعة، الآن إحنا بنسويهم أئمة وأنهم يحكمون وأنهم حجج، هذا لم تدل عليه الروايات، ودون إثباتها خرط القتاد، ولذلك جعفر الحمد لله لم يستطع الإثبات. انتهى الوقت شيخنا. بهذا دوري، هو الذي بدأ لقي أساس أبين لك، أبين شيء. طبعا أنا كان يقولي دوري وهو دورة، صحيح، لأنه هو أخذ 5 مداخلات، الشيخ أخذ 6 مداخلات، هناك 6 دقائق فرق، كان في فرق 6 دقائق، لأن الشيخ مداخلاته كانت في مداخلتين على 7 دقائق فقط. لا، ما تلزمني بهذا الشيء، يعني لما أنا أخذ 7 دقائق أعطي 7 دقائق وينتهي الموضوع. أما أنت فاضل. طيب لحظة، خليني. بالتالي طيب تحتاج إلى مداخلة، هذه المداخلة نعطيك مداخلة، هذه المداخلة القصيرة 5 دقائق حتى لا نزيد الوقت. هو الآن أخذ مؤخذ 10 دقائق. 10 دقائق. نعم. طيب مداخلاتك أنت كلها الماضية، ما تحسب لي الدقيقة يعني لا. لما أنا أخذ مداخلات كلها الماضية كلها 10 دقائق، يعني أنت طيب. أخذ 50 دقيقة الآن. طيب. واضح الآن. الشيخ أخذ، أنا أحسب هكذا، الشيخ أخذ 46 دقيقة، الفرق بينكم 4 دقائق. هو تنازل عن الوقت الذي استحقه. جيد. ليش أنا جيد في الحساب يعني أدفع يعني أعطيك. لا، الشيخ تنازل طيب. عن وقته هو عموما، ليش أنا أدفع الضريبة يعني؟ هو اللي كان أخذ وقته الكامل يعني.
ست مداخلات بستين دقيقة، المسألة مسألة أيضا وقت وبث، إما نصل إلى ستين دقيقة لكل شخص وهكذا يكون، يعني إما نصل إلى يعني في الحساب لا بد أحسب هذه الطريقة، إما أحسبها ستين دقيقة. يعني أستاذ جعفر أنا بعد يعني أعطيتك مجال وصبرت عليك وتحملنا التعطيل، فلتأخذ لما يعني فأنت لا تتشدد، يعني مثل ما إحنا مثلا كنا مرنين وياك، فأتخلي المجال إلى مدير الحوار ويقرر بعد. مفاجئة يعني، ما اتفقنا على هذا الشيء، اتفقنا هذا وقتك، إن لم تأخذ وقتك يعني أنا ما أتحمل أنا أن أنت مثلا أنقص من وقتك دقيقة أو نص دقيقة يعني. وإحنا قلنا لما تزود أنت، هذا ما اتفقنا عليه سابقا يعني. عفوا، إحنا قلنا لما تزود أنت المداخلة هي سبع دقائق قلنا فقط، أنت تزودها ثلاث دقائق لا بد أعطيها ثلاث دقائق. طيب تصير سبع دقائق الأصلية وقول لي بدون زيادة وقتي المستحق أساس يعني. أنا أوازن بين الوقتين، أنا مو أساس شو اسمه، وعموما خذ سبع دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. صار الكلام يعني رأي فلان ورأي علان، وتركت روايات آل محمد تئن أنينا. كلما أتينا للشيخ بنقد ينقض ما قاله في الليلة الماضية وما نقضته عليه من كلام الشيخ المفيد، يقول لن يعني أجيب لأن هذا ليس موضوعنا، بل هذا فرار من القضية. أنا الآن واقف إياك هنا أريد أفهم، يعني أريد أمسك دليل من عندك يعني تنقض به العقيدة اللي عندي، لا تنقض الآن صرت تتفر، يعني تقول لن أجيب لأن هذه قلناها البارحة. طيب أنت الآن يعني حتى في مسألة النقد وجدتك الآن تنقض غزلك، يعني وأقول لك أنت تنقض غزلك، يعني هذا النقد اللي أنت جبته وتقول أنا الحين ما لي شغل فيه، سبق وأن انتهى، ما طلعتني ولا بحاجة. يعني أعلق على الروايات، قال الشيخ في رواية أبو بصير أنه قال للإمام الصادق سمعت من الإمام الباقر أنه يقول يكون 12 مهديا، قال لم يقل 12 مهديا، وقال لكم انظروا نفى الإمامة، لا لم ينفي الإمامة، نفى سماع أبو بصير، نفى القول، لم ينفي الإمامة. الإمامة ثابتة من طريق آخر، يعني في روايات هناك تصفهم بالأئمة، كالرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ذكر المهدي عليه السلام وما يجريه الله عز وجل من الخيرات والفتح على يديه، فقيل له يا رسول الله كل هذا يجمعه الله له؟ قال نعم، وما لم يكن منه في حياته وأيامه هو كائن في أيام الأئمة من بعده من ذريته. هذا هو كلام آل محمد، يقول أئمة من بعده من ذريته، ثم قال لكنهم قوم من شيعتنا ناس عاديين. انظروا يا يعني المصدر، عفوا المصدر إذا القاضي النعماني شرح الأخبار، قال لكنهم قوم من شيعتنا وهؤلاء ناس عاديين. أيضا هو الآن نفى أن يكون المهديون هم الأئمة بلسانه، قال هؤلاء قوم عاديين. أنا أقول لهم عاديين، يعني إذا شفت إذا فهم الشيخ من كلمة من شيعتنا أنهم قوم عاديون، فماذا يفهم من قول الإمام الرضا عليه السلام للذين قالوا نحن من شيعة أمير المؤمنين؟ قال ويحكم إنما شيعته الحسن والحسين، يعني الإمام الحسن والحسين ناس عاديين على فهم الشيخ علي المحسن، وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة أمير المؤمنين. الإمام الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، ويعني يعني هل يستلزم قول هؤلاء من شيعتنا يعني ناس عاديين؟ لا ما يستلزم، الروايات ضدك، قلت ليسوا أئمة، الروايات تشهد أنهم أئمة. وبالمناسبة هذه الرواية روايتين، يعني يقول أبو بصير سمعت الإمام الصادق يقول 12 مهديا، هذا مقطع، قال له الإمام الصادق لم يقل 12 مهديا ولكنه قال 12، ولم يقل 12 إماما ولكنه قال 12 مهديا، يعني يقول انتبه ترى هذولين فئة ثانية، وباعتراف الشيخ أنهم فئة ثانية، يعني لكن كان عنده الاشتباه في سالفة هل هؤلاء يعني ناس عاديين أو هو قال عنهم عاديين، ونفى أيضا رأيه الأول. دكتور توفيق لك بقية المداخلة.
ثلاث دقائق. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. هذه الرواية التي ذكرها الآن الشيخ هي بمثابة نص واضح جلي يذهب كل شبهة عن الفهم المهديين. هو أكد بأنه قال مهديين ولم يقل أئمة، يعني انتبهوا، هؤلاء مهديين أنا أنص عليهم، أبي نص عليهم، وهم قوم من شيعتنا ماذا يبينون حقنا، يعني يدعون الناس إلى حقنا، فمن يبين حق آل محمد إلا آل محمد؟ يعني هذا نص على المهديين وأنهم ليسوا الأئمة سلام الله عليهم، للتفرقة هنا لبيان حق هؤلاء سلام الله عليهم، حتى لا يقال إنما هي رواية مشتبهة أو قد اشتبه الراوي وغير ذلك مما نسمعه من هنا وهناك. الآن أذكر طرفا من الروايات لأنه حان الآن على الأقل وقت ذكر طرف منها وهي بمختلف طبقاتها. نبدأ عن الرسول بعد الوصية، ما أخرجه القاضي النعماني المغربي عن النبي أنه ذكر المهدي وما يجريه الله عز وجل من الخيرات والفتح على يديه، فقيل له يا رسول الله كل هذا يجمعه الله له؟ قال نعم، وما لا يكن منه في حياته وأيامه هو كائن في أيام من؟ في أيام الأئمة من بعده من ذريته. الإمام السجاد وفقكم الله لكل خير، الإمام السجاد عليه السلام قال يقوم القائم منا ثم يكون بعده 12 مهديا، بعده 12 مهديا. الإمام الصادق عليه السلام يقول في بحار الأنوار إن منا بعد القائم عليه السلام 12 مهديا من ولد الحسين. وأنا لا أدري لما الشيخ علي آل محسن يعني كان أمس يقرأ 12 مهديا لا يقرأ من ولد الحسين. ثم منا، ما معنى منا؟ ممن؟ من المتكلم؟ آل محمد بعد الرسالة، بيت النبوة، ولاة الأمر، مفسر القرآن، الواجب الطاعة المعصومين. منا آل محمد بعد القائم 12 مهديا ممن؟ من ولد الحسين، أي حجج سلام الله عليهم. الإمام الصادق عليه السلام، ولننظر للطبقات والتواتر، عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال يا أبا حمزة إن منا نحن آل محمد المعصومين، ولاة الله، أولياء الله، خلفاء الله الطاهرين، إن منا بعد القائم 11 مهديا من ولد الحسين. والمناسبة هنا 11 مهديا بعد القائم، القائم هنا هو المهدي الأول من هؤلاء سلام الله عليهم. أمير المؤمنين عن حب العرني قال لتصل هذه بهذه وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير، وليبنن بالحيرة مسجد له 500 باب يصلي فيه من؟ خليفة القائم، لأن مسجد الكوفة لا يضيق عنه ولا يصلي فيه 12 إماما عدلا. والروايات كثيرة كثيرة جدا لا يسع الآن الوقت في المهديين والأئمة عليهم السلام. لكم المايك مصحوب بالصلاة على محمد وآل محمد. أيها الناس ابحثوا، فلا يوجد روايات شاذة في المهديين، بل روايات متواترة قطعية الدلالة محكمة. تفضلوا معكم المايك. دقيقة أعطيها للشيخ، تفضل الشيخ زيادة، تفضل. لا في زيادة صار، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، لاحظتم أن القوم ما جاءوا بروايات، في آخر مداخلة جاءوا ببعض الروايات. ماذا تفسرون ذلك؟ ماذا تفسرونه؟ يريدون لا أجيب على هذه الروايات لأنها روايات ركيكة. هذه الرواية التي جاء بها رواها القاضي النعماني في شرح الأخبار، رواية لا سند لها، ما لها سند أصلا. ثم يقول الدكتور توفيق حفظه الله إن علم الرجال، هم عندهم علم الرجال،
أي علم رجال عندك وأنت تحتج بهذه الروايات؟ يقول قال فقيل له يا رسول الله كل هذا يجعله أو يجمعه الله له؟ قال نعم، وما لم يكن منه في حياته وأيامه فهو كائن في أيام الأئمة من بعده من ذريته. رواية بدون سند إخواني يحتج بها شوي، نحتاج خجل خجل خجل. المفروض هذه الرواية أصلا ما يجيبها، لأنه يقول في علم الرجال. أين علم الرجال؟ كيف طبق علم الرجال على هذه الرواية؟ هذا نموذج إخواني. انظروا كيف لما انتهى خلاص أنا ما عندي مداخلة، جاءوا بروايات حتى لا أناقش، وجاءوا بروايات منتهية. انتهى الوقت شيخنا. فقط للتأكيد لم نقل نعم عندنا علم الرجال يعني. عموما يعني انتهينا من هذه الحلقة، الحلقة الثانية من هذا المحور عقيدة المهديين. أتمنى أن نبدأ غدا فيما اتفقنا عليه بالأمس، وهو مناقشة المحورين اللي ذكرناهم في بداية هذه الحلقة. بهذا يوم غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أستاذ جعفر إن شاء الله. اللهم صل على الحضور عفوا اللهم صل على محمد. طبعا في شيء تقول؟